إذا متابعي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. حاليا كنت واجدة مع واحد الأم اللي عندها واحد المشكل مع الأولاد ديالها. المشكل اللي كاين هو أنه الأولاد ديالها كتولدهم عاديا بحال كاع الناس، فاش كيوصلوا 7 سنين 8 سنين كيمرطوا، ما كيبقاش يقدروا أنهم يتحركوا، كتبقى تنقص الحركة شوية بشوية حتى من بعد ما كيبقاوش قادرين يمشيو بصفة نهائية. كان عندها جوج ديال الأولاد، واحد في العمر ديال 17 عام تهو في هذه الحالة هذه، والثاني 11 عام تهو في هذه الحالة هذه، اللي في العمر ديال 17 عام توفى الله يرحمه، هذه 3 أيام باش توفى. والولد آخر مازال صغير حتى هو فيه نفس الأعراض، ومازال عندها بنت صغيرة في العمر ديال 3 سنين ما كيبان عليها حتى شي حاجة، حيت ولادها كاملين يعني كانوا فاش كانوا صغار عادي، ما كان كيوقع لهم حتى شي حاجة، كيتصرفوا بحال كاع الأطفال. وهاد السيدة هادي ما فحلهاش باش انها تعمل تشخيص طبي والتحاليل، حيت داكشي كيطلب فلوس، وهاد السيدة هادي ما فحلهاش. متابعي قناة شوف تيفي، خليكم معنا نشوفوا القصة ديال هاد الأم هادي. السلام عليكم، انا ام 3 الاطفال، عندي جوج الوليدات مرضين، واحد منهم مسكين مات الله يرحمه، وبقى لي واحد، وبقى لي بنيته باقي ما بان عليها لا اعراض لا والو، بقى عندها 3 سنين، وهما الاعراض كيبانوا لهم حتى 8 سنين 7 سنين ونص، هيدا كيبان لهم عليهم الاعراض ديال المرض. ودابا كنطلب من المحسنين يعاونوني في هادو اللي باغا نشوف لهم الدواء، نشوف لهم. عاودنا القصة ديال ابنك، يعني كيفاش في الأول، يعني كان الطفل عادي عادي كاع الأطفال، عادي حتى بدا كتدور الحالة ديالو. عاودنا التفاصيل. الحالة ديالو بقات كدور ملي عمل ديك 7 سنين، كان عندي في المدرسة كيقرا يجري مع العيال عادي، دخلتو على 5 سنين ونص كان عادي كيلعب مع العيال، قدو كيجري. المهم ملي وصل ديك 8 سنين هيداك، مسكين كي مكيقدرش يمشي، كيعيا في الطريق، خصو هو ماشي وانا شابرة فيه دابا يطيح. المهم بقى هيداك ما يقدرش يمشي بحال العواول، ما كيجريش ما كي. والمهم حتى صافي ما بقاش يقدر يجلس، ما بقاش يقدر يمشي مرة، جلس لي في الارض. ودينا الطبيب طبيب الدولة، وزعما عملنا الراديو وديكشي، قالوا لي خصك تعمل له الترويض، بقى تعمل له غير الترويض صافي. جبت واحد المحسنه وعطلي ندي واحد الطبيب الفلوس زعما نشوف ولا كاين شي امل. ملي دينا الطبيب الفلوس عملنا له داكشي اللي قدرنا عليه، ومن بعد قال لك خصك شي تحاليل كيتعملوا غاليين، وانا ما عنديش فلوس، ما عنديش باش نعمل. وصافي مسكين بقى هيداك، واسكعي كنعمل له الترويض، واخا كنعمل له الترويض هو كيزيد. صافي توصلنا لواحد الحاله ما يقدرش حتى الجلس، ما بقاش يقدر يجلس. بالنسبه ل قلت لي نهار الخميس باللي نهار يعني الخميس، كيفاش كانت طريقه المعامله ديالو معاك؟ شنو قال لك؟ المهم هو من دايما ما يهدرش زعما بزاف، ولا كيبقى يشكي، ولا واخا يكون هذيك ما يشكيليش، يقول لي ماما انا ديك انا ما جيب لي نشرب، كتر في الشرب بزاف، يقول لي ماما جيب لي نشرب، ماما جيب لي نشرب، كل ساعه كنطيه يشرب. او صافي، ومع رمضان ماجي وهو كان عنده، المهم العيل جالس في الدار شعره كبر، حيت له داك الشعر عطيته ياكل، شرب كان يبغي غير الحاجه غير الشرب، مع كان عنده هذوك الكراجم شويه، كان يبغي غير حاجه الشرب وشي حاجه رطبه. هذاك الشيء اللي عطيت له، شرب شويه د العصير، كلا واحد طريف د الكيك. والمهم قلت له صافي ماما، قال لي وا زيدني نشرب.
ايوا عطلو ماما وصافي نعاس دابا باش ترتاح. انت عيال ما كانش يبغي يتمد بزاف. انت عيال جالس خصك دابا تنعس باش ترتاح. قال لي صافي ماما وعطلو يلا قول بسم الله توكل على الله وطيح راسو على المخده هيدا وبدا كي ماما انا مخنوق. قلتلو ماما راه عيدك الهوا زرح زعما اللي ضربك وداك الشيء هو اللي عامل لك زعما اللي خانقك. بقى تعمل هيدا وتنفس على فمك وعلى مناخرك باش تتنفس. مسكين ما قال لي بسم الله توكل على الله هيدا تاب بسم الله توكلت على الله وطاح وحط راسو على مخده. المهم انا كنحط له راسو على مخده ما هو ما يقدرش. انا شبره فيه تطيحته على مخده وقال بسم الله توكلت على الله. ايوا يعمل قطوم هيدا كامل ريقو لي تخنقت وما تخنقت كنعمل له من هيدا عمل تصاح لك حنجره ديالك صافي مسكين كيما عمل داك صافي خرجت له الروح ديالو. اي والله خهري قول لي ماما راه خايعين غير سخف غير سخف وما طيشرب والو. عيط نعمو الناس وجاو عيطوا لابيلانس تا كان مسكين توفى دام الامانه امانتو الحمد لله اللهم لك الحمد كلشي تسيدي ربي الحمد لله. الطلب ديالي كان طلب من المحسنين يعاونوني في هادو اللي باقيين نشوف لهم الدواء ويعاونوني في الطبيب دولادي وصافي. ما كان طلب حتى شي حاجه اخرى كان طلب عيد الدواء ولادي صافي هذا الشيء اللي كان طلب والحمد لله الحمد لله. اذا متابعي قناه شفت فيكم سمعتوا معنا مشكل ديال الام المعاند ديالها مع ولادها. اللي بغى شي حد يتعاون معها ويعاونها باش دير التشخيص لولادها اللي باقيين صغار وبالاخص بنتها اللي باقا صغيره في العمر ديالها 3 سنين. الرقم ديالها ديال 07 60 49 14 85. نتمنى الله يكون خير. متابعي قناه شفت في حاليا وصلنا لنهايه البث المباشر. نتلقاو بعد قليل في بث مباشر اخر.